هذه طريقة المعالجة، هذا الشكل كل الممرات النحلية. وبهذه الطريقة قمنا بدعم النحل ورفع مناعته عن طريق فيتامين سي ومكافحة النوزيمة عن طريق الألوفيرا والخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إخواني النحالين بكل خير وعافية. ما تشاهدون أمامكم هو صبار الألوفيرا الذي قمت بزراعته في حوش البيت أو في المزرعة المحاذية للبيت. الصبار له فوائد كثيرة، أنصح إخواني النحالين بزراعته في فناء البيت، في السطح، في سطح المنزل أو في الحوش لأهمية ذلك. هذا هو الألوفيرا كما تشاهدون. نستخدمه أولا في مكافحة النوزيمة وزحف النحل وموت النحل، يعني التساقط. النوزيمة والإسهالات أفضل طريقة جربها الدكتور خالد الأشهب كما ذكر، قام عدة تجارب ولاقت فوائد عديدة. الآن قمت بتقطيعه من الأشجار أو شجرة الصبار، وقمت بتنظيفه جيدا عن طريق الماء النظيف مع إزالة الأشواك، وسأقوم باستخدامه بعدة طرق كما تشاهدون الآن. اللب، فيه لب كمية كبيرة وهو مفيد جدا، حتى له فائدة لنا نحن البشر. طبعا يجب غسله جيدا لأنه محاذي للأرض، فيه أتربة وأوساخ وحشرات وكثير من المتطفلات على الأشجار. بعد ونقوم بتقطيعه ما يقارب 4 أصابع كما تشاهدون بالفيديو، ما يقارب 4 أصابع. هذه 4 أصابع تكفي لكل 1 لتر من المحلول السكري، أو لاستخدامه تعفيرا مع السكر وتقديمه للنحل. طبعا سأقوم بمزج نوع من الخليط، سأريكم تطبيق عملي وكيف سأقوم بتقديمه في خلية النحل، تطبيق عملي في نفس هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على جميع إخواننا النحالين. هو يكافح بالذات سيرانا، نوزيما سيرانا وأبيس. المهم تعمل على تطهير أمعاء النحلة بشكل جميل ورائع جدا. سنقوم الآن بالتجهيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نعرض لكم في مجمل هذا الموضوع مكافحة النوزيمة. مكافحة النوزيمة سيرانا وأبيس ورفع مناعة النحل في نفس الوقت. هذه مجموعة من أقراص فيتامين سي، عبارة عن 6 أقراص، ومجموعة من القطع صبار الألوفيرا. طبعا هذا موجود عندي في مزروع في حوش البيت، وهذه العصارة، وهذا محلول سكري 3 لترات ونصف، وهذا خل العسل. سنقوم الآن بعملية التجهيز. قليل من المحلول السكري في العصارة، نضيف إليه صبار الألوفيرا بهذا الشكل، والأقراص نقوم بوضعها داخل المحلول السكري بهذا الشكل. ننتظر ريثما تفور الأقراص ونقوم بتجهيز
العصارة أو عصر الصبار. الآن كما تشاهدون هذه الآن جاهز، وكذلك فيتامين سي تم إذابته جيدا في هذه المادة أو في المحلول السكري. الآن سنقوم برفع الألوفيرا إلى المحلول السكري ونقوم بالتصفية. الآن قمنا بتصفية الألوفيرا أو الصبار مع إضافته إلى المحلول السكري وفيتامين سي. الآن سنقوم بإضافة الخل. طبعا الخل عبارة عن 200 ملي خل العسل، 200 ملي هو مسموح لكل لتر ما بين 50 إلى 90 ملي للتر الواحد. طبعا الآن سنقوم بخلط ومزج المواد. الآن يعتبر الخليط جاهز تماما، سنقوم باستخدامه رشا، استخدامه عن طريق الرش. هذه عدتي مع المواد اللي جهزناها، هذه الخلايا. الآن سأريكم طريقة الاستخدام. نقوم بأخذ الآلة، الماس جاهزة كما تشاهدون الآن بين الممرات النحلية. هذه طريقة المعالجة هذا الشكل بكل الممرات النحلية. وبهذه الطريقة قمنا بدعم النحل ورفع مناعته عن طريق فيتامين سي ومكافحة النوزيمة عن طريق الألوفيرا والخل. إن شاء الله وصلت الفكرة، تحياتي لكم. ملاحظة، أرجو عدم رمي البقايا، بقايا الألوفيرا صبار الألوفيرا للاستفادة منه في مكافحة النوزيمة. كذلك نقوم بإحضار هذا وغسله جيدا، نتركه حتى مع الشوك مع إحضار محلول سكري وإضافته إلى العصارة وعصره مع المحلول السكري. في مرحلة قادمة سأريكم الطريقة.